في أجواء روحانية دينية تعالى فيها الذكر الحكيم، وميزها الاحتفال بحفظة كتاب الله، اختتمت الطبعة 17 لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم. 49 دولة من العالم العربي والإسلامي تنافست في هذه الطبعة، طبعة استقطبت علماء دين وفقهاء شريعة وأئمة. جائزة الجزائر الدولية أماطت اللثام عن مشاركين شباب تصدح حناجرهم بحفظ وترتيل كتاب الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. نحن على يقين تام بأن جميع المتسابقين فائزون وناجحون، وأخص بالذكر مساهمة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والهيئات القنصلية بالخارج الذين أشرفوا على احتضان المتسابقين والمتسابقات في أرقى صور الضيافة كما هو معهود في شعبنا الكريم. بين كل المشاركين ووسط منافسة قوية تألقت الطالبة الجزائرية زينب بن يوسف وخطفت الأضواء بتتويجها بالمرتبة الأولى. أوجه شكري لوالدي الكريمين حفظهما الله ورعاهما عني، دون نسيان مدرسة دار القرآن أحمد سحنون. ورغم أنهم شاركوا في التصفيات عن بعد، إلا أن بعض الفائزين من دول عربية نوهوا بحسن التنظيم، خصوصا من قبل الهيئات الدبلوماسية الجزائرية. الحمد لله أبدت هذه التجربة نجاحا ظاهرا، ونسأل الله العظيم أن يبارك في جهود القائمين عليها ويجزيهم خير الجزاء. كانت المسابقة على أعلى مستويات التميز والإتقان، وظهر فيها براعتهم في جميع المجالات، ونشكر أيضا لجنة التحكيم التي كانت دقيقة جدا وأمينة على نتائج هذه المسابقة. القيود الصحية التي فرضتها جائحة كورونا لم تثني الجزائر عن إنجاح تنظيم هذه الطبعة. لم يثني الدولة المرض حتى يعني تتوقف، لكن ومع ذلك استغلت أحسن الوسائل وشجعت السفرات المتواجدة هنا وهناك، واستدعت من كل دولة من يمثلها وأقامت هذه المسابقة أحسن قيام ما شاء الله، وكانت مسابقة شرسة قوية بكل المقاييس. التقليد الحميد الذي دأبت عليه الجزائر في تنظيم المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم يعكس مدى الاهتمام الذي توليه بلادنا لكتاب الله وتشجيع حفظه وتلاوته.